قلت لي بقى انت مالك ومال الفدرالي الامريكي؟ شوف يا محترم، في اسباب كتير تخليك لازم تفهم العلاقه، اولها ان كل البنوك المركزيه في العالم مرتبطه بشكل كبير جدا بالفدرالي الامريكي، وده هياخدنا للسبب الثاني واللي قلته لك في اول الحلقه بس انت نسيت اكيد، هو ان بعد الحرب العالميه الثانيه والدولار هو العمله بتاعه الاحتياطي العالمي، فده معناه ان اي بنك مركزي لازم يكون عنده احتياطي دولاري، او بمعنى اخر لازم العملات تكون مدعومه بغطاء دولاري في البنوك المركزيه. ده ببساطة بيخلي أي سياسات أو قرارات ياخدها الفدرالي الأمريكي بتأثر عليك بشكل مباشر، سواء كنت في بلد غني أو في بلد نامي. زي ما قلت لك راجع حلقة البترو دولار، بس هفكرك برضو إن أيام ما كان الدولار مدعوم بالذهب، كانت أغلب العملات تقدر تقيمها بسهولة حسب قيمة الذهب في الفترة دي. ممكن تتنبأ كمان بسعر العملة بعد فترة لأنها مرتبطة بشيء ملموس. لكن الرئيس الأمريكي نيكسون سنة 1971 فك ارتباط الدولار بالذهب نتيجة انهيار الدولار، وكمان بسبب أزمة فيتنام. طيب فكر بقى شوية لما يبقى الدولار مش مدعوم بأي حاجة مادية ملموسة أو ليها قيمة كبيرة زي الذهب، وكمان الاحتياطي العالمي كله بقى بالدولار من سنة 1971، هل ده مش معناه ببساطة أن كل العملات اللي في العالم مش مدعومة بأي حاجة؟ هوا يعني، ولا ليها أي قيمة مادية، صح؟ الحقيقة هي مش مدعومة بأي حاجة ملموسة أو لها قيمة مادية سوى الحكومة الأمريكية، أو بمعنى أبسط الثقة في الحكومة الأمريكية. ببساطة في نوعين من الفلوس أو العملة، فلوس لها قيمة بشيء مادي ملموس مربوط بمعدن نفيس مثلا زي الذهب، وده الوضع اللي كان زمان، ونوع تاني اسمه فيت موني، دي مش مدعومة بأي حاجة مادية ملموسة لكن بيستمد قيمته من الحكومة. بما أن الدولار هو العملة الاحتياطية للنقد العالمي، فكل العملات من السبعينات مرتبطة بالدولار بدل الذهب. يعني إيه بقى فيت موني وإيه الكلام العجيب ده؟ الكلمة اللاتينية بالأساس معناها العملة المدعومة من قبل الحكومة بشكل أساسي. ببساطة الحكومة الأمريكية قالت أن دي فلوس، فخلاص هي فلوس وأمرنا لله. أزمة أن العملة تكون مش مدعومة بأي حاجة مادية، ده معناه أن كل مرة الفدرالي الأمريكي بيصدر فلوس، فالاحتياطي في البنوك المركزية من الدولار في الدول التانية قيمته بتقل. وإحنا هنا بنتكلم عن العالم كله، حضرتك بلد غني أو بلد نامي، اللي هيفرق أنت عندك قد إيه احتياطي دولاري، وفي الحالة دي برضو قيمته هتقل، وبالتالي عملة البلد القوة الشرائية بتاعتها هتقل. خليني بس أوضح لك نقطة مهمة علشان بس الاقتصاديين ما يزعلوش مننا. المقصود هنا بالطباعة مش الطباعة بشكل مباشر. الحكومة الأمريكية بتطلع ديجيتال دولارز، يعني دولارات رقمية عشان تشتري بيها سندات حكومية أو تخلي البنوك تعمل فلوس من الإقراض، ودي قصة بقى هنجيلها بعدين، وهي إزاي الفلوس أصلاً بتتعمل. بمعنى الفدرالي بيطبع فلوس مش معناها إنه بيطبع ورق ملموس، دي قصة تانية خالص. المهم طبعا لو بصيت على الجراف اللي قدامك ده هتلاقي الدولارات اللي أصدرتها الولايات المتحدة بس في فترة كورونا تخطت حوالي 3 تريليون دولار، ده معناه إن 1 من كل 5 دولار تم إصداره في الفترة دي بس. ما علينا، هنا بقى يجن الصين وروسيا بدأوا ياخدوا بالهم من القصة دي وقال لك طيب احنا كمان عندنا قيمة الاحتياطي بتقل، فخلينا نشتري ذهب بجزء من الاحتياط الدولاري ونخزنه. لكن الأزمة إن الدولار والذهب علاقتهم علاقة عكسية، فالدولار بيزيد عليه الطلب ويزيد قيمته هتلاقي الذهب سعره قل، والعكس صحيح. هتستغرب كمان لما تعرف إن الصين عندها أكبر احتياطي دولاري في العالم، حوالي 3.5 تريليون دولار. بس خد بالك ده مش معناه إن العملة عندهم هتعلى مثلا بسبب الذهب، لا خالص، ده مجرد احتياطي من البنك المركزي لضمان الاستقرار والثقة في الاقتصاد الحكومي وضمان ضد الهزات اللي ممكن تحصل في الدولار في أي لحظة، وده دايما بيسموه الملاذ الآمن. لما تعرف أن الصين عندها 3 تريليون دولار احتياطي دولار، بما أنها من أكبر المصدرين للمنتجات للولايات المتحدة، حوالي 1.8 منه بس من الاحتياطي مقابله ذهب، فده معناه أن الذهب مش بيدعم العملة بشكل مباشر. خد عندك كمان أكبر احتياطي ذهب في العالم موجود في أمريكا، حوالي 8000 طن بيمثل مقيمته 73% من الاحتياطي الأمريكي، وفي نفس الوقت أمريكا لغي ارتباط العملة بالذهب من سنة 71. دماغك لفت صح؟ ما تقلقش، هو موضوع مكلكع أنا عارف. كده واضح ان العلاقة الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين مش هينة، وياريت تخليك فاكر النقطة دي كويس لاننا هنحتاجها بعدين في مستقبل الاقتصاد العالمي. طيب حلو جدا، لما الحكومة الامريكية بتحتاج فلوس ايه اللي بيحصل بقى في الفدرالي الامريكي؟ الحكومة بتطلب من الخزانة الامريكية اصدار سندات او IOU، ببساطة سندات حكومية بتقول انا مدينة لك بفلوس، اي او يو ماني، وده اللي بيزود الدين الداخلي. وبعدين تيجي وزارة الخزانة الامريكية عن طريق البنوك تدي السندات دي للبنك الفدرالي، واللي ساعتها بيكتب شيكات للبنوك مقابل السندات دي ويديها للبنوك. البنوك ساعتها بتطلع الفلوس وتدفع للحكومة مقابل السندات دي فلوس لسداد المصاريف الحكومية. ده كلام جميل،
بس هنا هيجي سؤال مهم جدا واعتقد انك سالته لنفسك برضه، يا ترى البنك الفدرالي جاب الفلوس اللي كتب بيها الشيكات دي منين؟ هو في حد يقدر يكتب شيك من غير رصيد؟ الاجابه ببساطه مفيش فلوس حضرتك، هم اخترعوا ان في فلوس. يا حلاوه، ببساطه شديده لما الفدرال ريزيرف بيكتب شيك ده معناه انه بيخترع فلوس من حساب مفيش فيه فلوس اصلا، ودي عمليه لو سيادتك فكرت تعملها هتدخل السجن. اهلا بكم في سيطره الفدرالي الامريكي. ده كلام خزعبلي بصراحه، بس دي الحقيقه. جزء تاني من الفلوس اللي بيتم اختراعها دي مرتبطه بالفدرالي، بتيجي من البنوك التجاريه ببساطه. لما حضرتك مثلا بتاخد قرض من بنك علشان تشتري بيت او عربيه، دي فلوس مش موجوده في البنك اصلا، البنك بيحط عليك دين او قرض مقابل فايده. وده مش كلامي بالمناسبه، ده الراجل الكباره ده جراهام تاورز محافظ البنك المركزي الكندي من سنه 1934 لحد 1955 قال لك ايه بقى. في كل مره البنك بيدي قرض، ده معناه ان البنك حصل على ايداعات جديده وفلوس جديده. فلوس جديده دي معناها ايه في الوقت الحالي في عصر التكنولوجيا؟ ارقام بتتكتب في حساب حضرتك. كفايه بقى كمان تعرف ان 97% من الفلوس في حقيقه الامر بتتعمل كده بالطريقه الرقميه دي، وعندك 3% تقريبا من الفلوس موجوده في صوره ماديه ملموسه، واللي حضرتك بتسحبها مثلا من الاي تي ام. طبعا انت عرفت دلوقتي مين اللي عمل السيستم الجهنمي ده واللي مسيطر بيه على العالم كله حاليا. الفكره خرجت من انجلترا ثم الفدرالي الامريكي اللي الكل بيدور في فلكه حاليا للاسف. السؤال اللي انت مستني اجابته بقى، يا ترى النظام ده هيفضل كده على طول؟ ويا ترى شكل الاقتصاد في المستقبل هيبقى ازاي؟ وهل في ايدك حاجه تعملها؟ ده اللي هنعرفه في الحلقه الجايه ان شاء الله. استنونا في حلقه جديده وتاك توك على القاهره والناس.